قضية يقول لك أماندا رفعت قضية على بنك باركليز على مشكلة حدثت في 2008 وقت الأزمة الاقتصادية أو الانهيار الاقتصادي أظن. في السابق الأخير إيه هي حالي إيه إيه هي اتهمت البنك ورئيسه جيني كيس إنه أخفى عنها وعن شركائها الرسوم التي دفعها، ركز معاه، التي دفعها المستثمرين القطريين في أحد استثمارات الشرق الأوسط. يعني هي كانت تسوي مجموعة استثمارات وسهلت عملية الاستثمار في تعاون مع بنك باركليز مع المستثمرين القطريين، وفي صار في إخفاء عن الشروط، يعني الشروط ما كان، يعني أخفوا عنها شروط أو كذب عنها يعني من ناحية الشروط اللي هو الشرط الأساسي اللي كان سمتها بالرسوم السرية والبالغة 1.6 بليون جنيه استرليني، وأنها من حقها هي وشركائها لأنه هم اللي نسقوا هذه الصفقة مع المستثمرين القطريين. هذا الاتهام طبعا، هذه القضية حقتها وهي اللي رفعتها، هذا نقطة. المحامين حق بنك باركليز ايش قالوا؟ قالوا احنا استغلينا الفرصة. يعني في فرصة واستغليناها، كنا في مخاطرة كبيرة، واماندا وشركائها ما خسروا شيء. يعني هذا دفاع.